أيها الإخوة، هناك ظواهر ينبغي لنا أن نسعى جميعا إلى القضاء عليها. أول تلك الظواهر بعد بعض الشباب وبعض الفتيات، وهم عدد ليس بالهين، عن الصلاة، ما عن صلاة الجماعة، عن الصلاة. بعضهم ترك الصلاة رأسا، وبعضهم يصلي أحيانا ولا يصلي أحيانا. حقيقة تصلنا في ذلك رسائل، وأنا أبقى متعجبا، وكنت أظن بأن هذه الأزمة هي موجودة بصفة أكثر عند الشباب لا عند الفتيات، واكتشفت بعد ذلك العجب العجاب. يعني يأتيك شخص عمره 26 سنة ويقول لك بأن مضى عليه الزمان لا صلى ولا صام، عجبا، أين يعيش هذا الإنسان 26 سنة؟ يسألني عن القضاء، كيف يقضي رمضان، وكيف يقضي هذه الصلوات كلها. واحد شخص أيضا في إحدى المؤسسات الجامعية، يعني رأى بعض الناس على حالة من الكآبة والحزن يظهر عليه أثر الكآبة، سأله: يا فلان، ما لك على هذه الحال؟ قال: أنا لا أصلي ولا أصوم. وهو يدرس في السنة الأولى في مرحلة من المراحل الجامعية. طبعا هذه أمثلة. قيل له: خذ هذا الرقم واتصل بصاحبي. اتصل بي. كنت في جمع من الناس فاتصل بي، المكالمة تطول، فقال لي، يقول أدرس في شيء من المؤسسات الجامعية لا أسميها، ولم أصلي ولم أصم. قلت له: ابتداء سأتصل بك بعد قليل، ولكن ابتداء عليك أن تتوب إلى الله، الآن عليك أن تتوب إلى الله، بحيث لو وقع لك شيء قبل أن يقع اتصال بيني وبينك تكون على فسحة مع الله تبارك وتعالى، لا تفد على الله تبارك وتعالى وأنت غير تائب. لما اتصلت به قلت له: يا فلان، ما صليت أبدا؟ قال: ما صليت أبدا. ما صمت أبدا؟ قال: ما صمت أبدا. قلت له: عجبا، ما حد من أصحابك قال لك يوما: يا فلان قم صلي؟ قال: أصحابي كلهم لا يصلون. ما حد قال لك في يوم من الأيام: يا فلان صم فالصيام واجب؟ قال: أصحابي كلهم لا يصومون. عجب، أنا لا، حقيقة لا أتصور، والبعض منكم قد لا يتصور، كنت لا أتصور وجود مسلم يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ولم يصلي، لم يسجد لله سجدة في يوم من الأيام، لم يسجد لله سجدة في يوم من الأيام. الحمد لله رب العالمين، الرجل رجع إلى الله وقضى وأدى ما عليه وهو على أحسن حال، وقد تخرج واستلم وظيفته بعد ذلك، يعني بقيت متواصلا معه.